مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان، وحلقه جديده من برنامج الترند. عندنا كلام كتير جدا النهارده عايزين نتكلم فيه بالتحديد عن مباراه الامس والتعادل المفاجئ امام فيوتشر في بطوله الدوري، وفي ختام مباريات الاهلي في هذه البطوله قبل التوقف الخاص ببطوله الامم الافريقيه. فبالتالي في كلام كتير جدا بخصوص هذه المباراه، وكلام كتير كمان عن جمهور النادي الاهلي اللي عمل لقطه اكثر من رائعه بعد انتهاء ماتش امبارح. لكن بالتالي عندنا كمان اخبار اخرى غايه في الاهميه هنتكلم فيها على مدار فقرات الحلقه المختلفه من هذا البرنامج، سواء على الصعيد المحلي والصعيد العالمي ايضا، واي جديد كمان بيتعلق بنادينا النادي الاهلي. منتظرين دايما تواصل حضراتكم معانا من خلال سؤال حلقه النهارده، والسؤال رايكم في اداء الاهلي وشكل النادي الاهلي في السبع مباريات اللي خاضهم في بطوله الدوري، اجمالي السبع مباريات يعني تقييمكم ايه؟ هناخد تفاعل حضراتكم في الجزء الاخير من الحلقه كما هو المعتاد. لكن دايما طبعا بخلاف تواصلكم معنا اكيد على صفحات قناه الاهلي على السوشيال ميديا فيسبوك تويتر وانستجرام، هناخد كمان عناوين النهارده وابرز العناوين الخاصه بهذه الحلقه. يلا بينا. في ترند الاهلي، الفريق راح 12 يوما بعد ايقاف الدوري. وكمان غدا قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا. وأخيرا المنتخب المغربي يستدعي بدر بنون لأمم أفريقيا، والأهلي ناقص يعني. يلا بينا. يعني كم كبير جدا من لاعبي النادي الأهلي هيكونوا في بطولة الأمم الأفريقية. يعني كمان تخيل لو كانت جنوب أفريقيا صعدت كان بيرسي تاو هيروح، ولو كان كمان موزمبيق صعدت كان ميكيسون هيروح، الله أعلم كيروش كمان هياخد كام لاعب من الأهلي، بخلاف بدر بنون هو اللي تم استدعاؤه رسميا النهاردة، بخلاف علي معلول اللي موجود مع منتخب تونس، بخلاف كمان أليو ديانج اللي موجود مع منتخب مالي. فضريبة ان انت يكون عندك فريق قوي جدا كل العناصر فيه دولية، فأكيد هتعاني بشكل أو بآخر من مرحلة الإجهاد والإجهاد على مختلف الأصعدة سواء ذهني أو بدني أو كل هذه الأمور. يعني تشتت كمان ذهني هيكون كبير جدا، لكن لازم ان انت تتعامل مع كل الظروف اللي بتواجهك وتقدر تتغلب عليها كمان، وهو ده النادي الأهلي. عندنا كلام كتير جدا في الجزئية دي النهاردة. في مباراة وحيدة في الحقيقة في الدوري الإنجليزي واحنا في البوكسنج داي، ماتشات قوية جدا بعضها بيؤجل بسبب كورونا، والبعض الآخر بيتم يعني المباراة بتتم بشكل طبيعي جدا. النهاردة مباراة نيوكاسل أمام مانشستر يونايتد، مباراة هتكون الساعة 10 بالليل على ملعب نيوكاسل، هي مهمة جدا لفرقتين. نيوكاسل عايز يهرب شوية من صراع الهبوط المبكر، هما من بداية الموسم بيعانوا في الحقيقة رغم يعني الملاك الجدد، لسه في شهر يناير اكيد هيبرموا بعض الصفقات القويه. نفس الحال كمان بالنسبه لمانشستر يونايتد اللي بيحاول نوعا ما ان هو يحسن من وضعه في بطوله الدوري الانجليزي، واصبح عنده اهداف مهمه جدا ممكن ما تكونش بتتمثل في الفوز بالبريمير ليج رغم وجود رونالدو وتشكيله في الحقيقه مميزه وفاران وكل الناس دي، لكن اكيد اهدافهم هو الوصول للتشامبيونز ليج الموسم الجاي، يعني يبقوا في التوب فور من الدوري الانجليزي. هتبقى مباراه مثيره الساعه 10 بالليل، وهي دي المباراه الوحيده النهارده. بكره بالمناسبه هيكون ايضا في مباريات اخرى في الدوري الانجليزي، مباريات مهمه جدا. هروح لفاصل، بعد الفاصل نرجع نتكلم بقى كده مع بعض ونتناقش باستفاضه بخصوص الاهلي وادائه في مباراه امبارح، وايه المفروض يحصل خلال الفتره اللي جايه، وكل الكواليس هتكون معانا بعد الفاصل. استنوني. يلا بينا. اهلا بحضراتكم من جديد. في الحقيقه يعني عايز اتكلم شويه عن مباراه الاهلي وفيوتشر امبارح، التعادل الايجابي 1-1. وانا يعني بحب دايما اكون واضح وصريح، يعني مش عشان احنا في قناه الاهلي نقول لا معلش احنا مش موفقين، اصل الاهلي معلش ضيع فرص كتير وكلام، لا الكلام ده ما ياكلش عيش يعني في الحقيقه. رغم ان احنا لازم نكون عاملين حساب كويس قوي للرصيد الكبير جدا جدا اللي الجهاز الفني ده واللعيبه دي عاملينه. واحنا عندنا في النادي الاهلي دايما بيبقى حاجه غريبه لما نتعادل او نخسر، رغم ان ده امر وارد في كره القدم، يعني هي دي الكوره، عمرك ما هتكسب كل الماتشات وعمرك ما هتعمل اداء كويس كل الماتشات وكلام من ده، مفيش كده يعني، مفيش الكلام ده، مش هيحصل. لو احنا فاكرين ان ده هيحصل فاحنا نبقى غلطانين يعني.
لكن في نقاط مهمه لازم نتكلم عنها. اول حاجه انت ابتديت الماتش بشكل ممتاز، ودي لقطات زي ما حضراتكم شايفينها من المباراه دي. يعني ابتديت الماتش بشكل ممتاز بجون كويس قوي قوي، مهاره وقوه بدنيه من احمد عبد القادر، بيعدي من ثلاث لعيبه بيديها لشريف مكانه المعتاد بيخلص على طول، جاب جون حلو في الدقيقه الثانيه او الثالثه. يعني كان من المفترض وكان مهم قوي ان احنا نستغل البدايه دي بانك تغطي على طول الجون بجون ثاني في الشوط الاول، ما اقولكش بعد الهدف على طول، يعني بحيث ان انت تبقى مستريح ويبقى عندك الافضليه وعندك ما يبقاش فيه ضغط كبير جدا بالنسبه لك في بقيه احداث المباراه وكلام كده. وفي الحقيقه الماتش كان في ايدينا، ماتش سهل قوي، يعني احنا اللي صعبناه على نفسنا بشكل او باخر. يعني ودايما احنا، انا امبارح حتى كتبت عندي على تويتر ان متخوف شويه من اي مباراه بعد بطوله بفرحه كبيره، بيبقى في حاله نشوه وحاله فرحه وكلام من ده، ومفروض ده ما يبقاش عندنا في النادي الاهلي بصراحه. يعني مش احنا اللي يبقى، احنا ناس متعودين على البطولات، الاهلي متعود دايما على البطولات، مش حاجه جديده علينا يعني. فبالتالي لما تخلص بطوله لازم تيجي تلعب الماتش اللي بعديه تكسب، بالتحديد الماتش اللي بعديه، عشان مش الاهلي هو اللي يعطل في ماتش بعد بطوله. يعني وللاسف ده اتكرر بعد العشرة، تعادلنا على ما اتذكر مع البنك الاهلي بعد ما خدنا كاس دوري ابطال افريقيا العشرة. يعني لما رجعنا اعتقد من كاس العالم للانديه وخدنا البرونزيه، خسرنا من سيمبا في دوري ابطال افريقيا في دور المجموعات. فمش احنا، مش احنا لازم نتدارك الامور اللي زي دي يعني. فبالتالي الحديث على ايه؟ الناس كلها بتتكلم على ايه؟ دايما دايما لما بيخسر الاهلي او بيتعادل الاهلي او الاهلي حتى لما بيكسب واداؤه بيوحش، الكلام بيبقى على مين؟ مين؟ موسيماني. كله بيحاول يتصيد للراجل الاخطاء. هل الراجل اخطا؟ بصراحه في حاجات اخطا فيها، بصراحه مش هنضحك على بعض ولا هنكذب على بعض. هل طبيعي انه يغلط ولا طبيعي انه ما يغلطش؟ لا، هو طبيعي ان الراجل يغلط، مفيش حد دايما بتبقى قراراته كلها سليمه وصح ومليون في الميه زي الفل يعني، مفيش كده في الدنيا. لازم هيبقى عنده ماتشات بقرارات ممتازه باداره فنيه رائعه، وماتشات اخرى يجنبه التوفيق، يبقى مش موفق خالص يبقى عنده اخطاء في بعض القرارات اللي بياخدها، فبالتالي يبقى الاداء كده او النتيجه كده. يعني انا الحاجه الوحيده من وجهه نظري يعني، وانا مش دوري هنا او مش اختصاصي ان انا احلل الماتشات، يعني انا هنا مقدم برامج يعني، لكن الملحوظه الوحيده ان احنا كنا بنلعب 3 4 3 الشوط الاول والدنيا ماشيه كويس ومسيطر على الجيم كله ومصعب الامور على المنافس بالنسبه لك، مش عارف يوصل للمرمى بتاعك خالص الا في حاجات نادره، وكسبان 1-0، خلصت الشوط الاول رحت معدل الطريقه 4-2-3-1. اعتقد ده كان سبب من ضمن الاسباب اللي خلت ايه؟ خلت فيوتشر يرجع في الماتش. اكيد في وجهه نظر فنيه عند موسيماني وفكره معينه كان عايز يطبقها بس ما نجحش فيها، هو اضرب كل شيء، هو المدير الفني وهو المدير الفني المميز الجيد جدا جدا. فالاخطاء وارده عند اي مدير فني في الدنيا، لكن الاهم ان انت تتدارك هذه الاخطاء وازاي تعالجها وازاي تقدر تبني على المكاسب اللي عندك وازاي تقدر ان انت يعني تبقى افضل وافضل وافضل. يعني الحاجه الثانيه كنت اتمنى يعني ان يتم استغلال الحاله المعنويه المرتفعه جدا جدا عند طاهر محمد طاهر انه يبتدي هذه المباراه. انت في نفس الوقت لعبت بعدد كبير جدا من اللعيبه لاول مره يلعبوا مع بعض، غيرت كتير في التشكيل يعني، ودي برده جزئيه مهمه لان الناس تتكلم فيها. يقول لك لما الاهلي يبقى تشكيله ثابت تلاقي ناس تقول لك ايه يا عم ما تغير، لاعب لعيبه تانية شويه يا عم، خلي اللعيبه التانية دي تاخد فرصتها. طب اديهم خدوا فرصتهم مثلا، مش تقليل منهم، بس هو عنصر الانسجام والتناغم ما بين اللاعبين عمره ما هيتعمل كده في ماتش، لازم بيبقى فيه ظروف، لازم بيبقى فيه مباريات، لازم بيبقى فيه تدريبات بعدد كافي ان انت تحاول تعمل التوليفه اللي انت عايز تعملها. بعض السلبيات كانت موجوده امبارح، وده طبيعي، وده مش انتقاد بالمناسبه لموسيماني، مش انتقاد، هو راجل بني ادم بشر زينا، زيه زي اي مدير. جوارديولا بيغلط، اي حد بيغلط، وارد يبقى يومك، وارد ما يبقاش يومك، وارد تبقى موفق، وارد تبقى غير موفق في الحقيقه يعني. ففي كل الاحوال خلينا نعدي هذه المباراه، الاهلي اول الدوري لسه عنده مباراه كمان مؤجله، ماشيين بشكل ممتاز جدا جدا، 6 مباريات متتاليه بتفوز، مباراه وحيده بتتعادل، وده امر وارد جدا جدا في كره القدم. برضو انا بتفق مع موسيماني في بعض التصريحات اللي قالها بعد المباراه فيما يتعلق بان احنا عندنا عدد كبير جدا من اللعيبه الدوليين المجهدين، كل الامور دي ضغط كبير، ودول بني ادمين ما
الراجل بيتكلم في كده ودي حقيقه وعنده حق بصراحه. انت عندك كل اللعيبه لعيبه دوليه، بس بصراحه امبارح برضو كان في عناصر جديده مش دوليه او ما كانش مع المنتخبات المختلفه الفتره اللي فاتت ولعبت، فالمفروض ان هم يكون عندهم اريحيه كبيره بدنيه وذهنيه ان هم يأدوا بشكل افضل من كده. لكن برضو يا جماعه الناس دي عندهم رصيد كافي، والله والله لو خسروا امبارح او خسروا ماتش ولا اتنين تلاته جايين فهم عندهم الرصيد، لان انت لو هتخسر في دوري انت ما خسرتش البطوله لسه، انت بتنافس. بس احنا نفسنا ان احنا نحسم الدوري بدري بدري، ودي بتبقى ميزه بتريحك بشكل كبير جدا في فترات كتير جدا هتبقى مجهد فيها يعني. فبالتالي الناس بتتصيد الاخطاء لموسيماني، عندهم حق في الاخطاء اللي غلطها موسيماني من وجهه نظرهم مثلا، ممكن يكون الراجل عنده وجهه نظر مختلفه، ممكن يكون هو الصح يعني. لكن بصراحه نبقى جاحدين قوي قوي لو في ناس تطرقت لان المدرب ده ما عندوش فكره، نبقى احنا ناس جحده وما بنفهمش في اي واحد يقول لك كده وحياه ربي ما بيفهم في الكوره خالص، ما عندوش فكره عن الكوره. انتقد، احنا هو بنقول موسيماني غلط في حاجات، ما ينفعش مش هنضحك على الناس نطلع نقول لا معلش اصل مش موافق، لا مش احنا ما نعرفش نعمل كده. انتقد عادي جدا جدا، لكن تقول ما عندوش فكره وراجل ماشي معاه بالحظ، يبقى معلش انت اللي ما عندكش فكره، انت اللي بتقيم بالحظ، انت اللي ما بتعرفش تقرا ماتشات، وانت اللي بتعرف، انت اللي غلطان على فكره. ليه؟ هل هو دفاع مطلق عن موسيماني؟ لا، الراجل ارقامه وبطولاته وانجازاته مع الاهلي هي اللي بترد، هي اللي بتتكلم. عمر ما ربنا هيكرمنا، تخيل انت مثلا لو كان عندنا اداره غير واعيه في النادي الاهلي بتحاسب يا راجل ده لاسارتي اللي خسر 5 من سان داونز الاداره ما مشيتوش، لان احنا في الاهلي عندنا سيستم ما بنحاسبش بالقطعه، لو خسرت ماتش حتى لو بنتيجه كبيره فانا مشيك. لا انا مش كده، مش هو ده طريق النجاح خالص يعني. تخيل احنا لو كان عندنا اداره غير واعيه وسلمت ودانها للنقاد، مش بتكلم على جمهور الاهلي، لان جمهور الاهلي ده ليه الحق في كل حاجه، بتكلم على بعض من هم محسوبون او محسوبين على كره القدم، اللي هم طبيعي يكون عندهم خبره في الكوره، لعب كوره قبل كده، محللين يعني، يجي يقول لك اصل الراجل ده ما عندوش فكره، الراجل ده ماشيه معاه كده بالحظ وكلام من ده. لو كنا سمعنا الكلام ده او كان الاداره مثلا بتمشي ورا الكلام ده كان عمر ما ربنا هيكرمنا، لان الراجل ده في الحقيقه عمل انجازات كبيره جدا مع النادي الاهلي وهو مش مستني ان حد يدافع عنه. انا بقول لحضراتكم موسيماني مش مستني ان حد يدافع عنه، اللي بيدافع عنه هو انجازاته والقابه وبطولاته وادائه الفتره الاخيره مع النادي الاهلي في الحقيقه واداء الفرقه نفسها. وارد جدا ان انت ماتش تقع، ففي كل الاحوال المباراه خلصت وعدت، وان شاء الله باذن الله القادم يكون افضل بكتير، لان احنا عندنا فرقه كبيره وعندنا مدير فني متميز وده امر مؤكد. الحاجه المهمه اللي عايز عشان اختم بيها الحديث عن النادي الاهلي تحديدا في مباراه الامس وهو جمهور الاهلي اللي لازم ياخد حقه، واللقطه امبارح او اللفته اللي عملها جمهور الاهلي بعد ما الماتش خلص بتعادل باداء مخيب بالنسبه لنا كاهلاويه، اهي هي اللقطه دي. جمهور الاهلي كان موجود في الملعب نادى على الفرقه وتعالوا كلكم نحييكم يا جماعه وانتوا ليكوا حق علينا، انتوا عملتوا مجهود كبير، وتقدير كبير قوي 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 من جمهور الاهلي الواعي. خلينا نسمع الاول. ما هو الجمهور ده هو ده اللي بيفهم كورة أكتر من المحللين ومن النقاد، ده الجمهور اللي عنده درجه كافيه من الوعي، ده الجمهور اللي عارف ان الفرقه دي عندها رصيد كافي جدا جدا يخلينا نخلق لهم اعذار حتى لو الاعذار مش موجوده، بل بالعكس نديهم دوافع اكتر للفتره اللي جايه ان هم يكسبوا، رغم ان هم عارفين كويس ان لما الاهلي بيخسر تبقى مشكله. لكن جمهور الاهلي جمهور واعي، ومش هتلاقوا الكلام ده غير في النادي الاهلي. بعد المباراه بينادوا للاعيبه وهو ده دور الجمهور اللي دايما بيكون ليه عامل السحر في الانجازات الكتير اللي بيحققها النادي الاهلي، فتحيه كبيره طبعا لهذا الجمهور المميز. قبل ما اقفل الملف ده والمباراه دي انا عايز احيي كل لعيبه الاهلي المعاره من النادي الفيوتشر. امبارح كريم نيدفيد موت نفسه في الملعب جاب جول، وهو هم دول الاهلاويه. مصطفى البدري ضيع كوره ما كانش موفق فيها بس سرعات ايه وما شاء الله عليه.
سعد سمير نزل قام بدوره على اكمل وجه، اكمل وجه. في مين تاني يا جماعه فكروني؟ محمد عبد المنعم، ما شاء الله احنا اطمنا على مستقبل الاهلي امبارح من خلال مباراه فيوتشر. محمد عبد المنعم مدافع ممتاز، عمل مباراه كبيره جدا. فهي دي تربيه النادي الاهلي، انت معار من الاهلي ها، بس تموت نفسك حتى لو بتلعب الاهلي، هو ده اللي تربوا عليه جوه النادي الاهلي. فتحيه ليهم طبعا، فريق فيوتشر فريق كبير ويحترم وعنده عناصر مميزه جدا من اللاعبين. ده فيما يتعلق بمباراه امبارح. انا هروح لفاصل سريع، بعد الفاصل نرجع نتكلم في بعض الامور الاخرى. استنى يلا بينا. طيب الحقيقه بكره في حدث مهم جدا، وهي قرعه دوري ابطال افريقيا اللي بطلها النادي الاهلي لموسمين متتاليين، وان شاء الله باذن الله يبقى السنه الثالثه دي كمان اللقب الثالث على التوالي من خلال الفريق، وعندنا امال كبيره جدا في تحقيق هذا اللقب للمره الثالثه على التوالي، خصوصا في ظل انك بتنافس ريال مدريد في الاكثر حصولا على القاب القاريه، وفرق ما بينك وما بينهم بطولتين. فالقرعه بالتالي بكره ان شاء الله باذن الله في مقر الاتحاد الافريقي بالقاهره، وهنشوف نتائج القرعه ايه. بس خليني افكر حضراتكم بالاربع مستويات اللي موجوده في القرعه او التصنيفات الاربعه، يعني زي ما حضراتكم شايفين كده على الشاشه. التصنيف الاول الاهلي، الوداد المغربي، الترجي التونسي، والرجاء المغربي. التصنيف الثاني الزمالك، صن داونز الجنوب افريقي، حوريه كوناكري الغيني، والنجم الساحلي التونسي. التصنيف الثالث الهلال السوداني، شباب بلوزداد، ووفاق سطيف الجزائريان، وبترو اتلتيكو الانجولي. التصنيف الرابع المريخ السوداني، ساجاردا دا الانجولي، وجوانينج البوتسواني، وامازولو الجنوب افريقي. دي التصنيفات المختلفة للقرعة اللي هتجرى غدا بإذن الله تعالى، وهنعرف نتيجة القرعة دي ايه. بالمناسبة مستر بيتسو موسيماني أجل سفره، وكان المفروض هيسافر في أجازة لجنوب أفريقيا وأجل سفره عشان يحضر القرعة، وأكيد هيكون متواجد سواء هو أو كابتن سيد عبد الحفيظ وكابتن سمير عدلي المدير الإداري. لكن فرص وارد تكون موجوده جدا جدا ان الاهلي والزمالك يبقوا في مجموعه واحده، وانا على المستوى الشخصي انا بتمنى جدا ان الاهلي والزمالك يبقوا في مجموعه واحده. هل ده في تقليل من نادي الزمالك؟ لا طبعا. هل ده معنى ان الاهلي بيبقى ضامن انه يكسب نادي الزمالك؟ لا طبعا. نادي الزمالك فريق كبير، مباراه بتبقى يعني بنسبه كبيره جدا جدا متكافئه. انت متفوق على الزمالك مؤخرا في اكثر من مباراه، لكن مش مقياس. لكن في وجهه نظري احنا دايما لما بنقع مع الزمالك في مجموعه بنسبه كبيره قوي بناخد البطوله، فانا اتمنى يعني حاجه تفاؤليه. الحاجه الثانيه هو تجنبا للاجهاد، ان انت جهاد السفر وكلام من ده، فبالتالي انت تلعب ماتشين او هتلعب ماتش زياده في القاهره بخلاف الثلاث مباريات بتوعك اللي على ملعبك لو الزمالك معاك في المجموعه. وانا بتكلم بالتحديد على النقطه دي ليه؟ لان الاهلي العناصر اللي عنده كلاعيبه هم اكتر ناس في افريقيا هيبقوا مجهدين خلال الفترة اللي جاية. عندك مشاركات بطولة الأمم الأفريقية، عندك كأس عالم أندية، عندك دوري أبطال أفريقيا، هتفضل رايح جاي كتير جدا جدا يعني. فأنا أتمنى إن يبقى الأهلي والزمالك في مجموعة واحدة، وده وارد جدا لأن الأهلي في التصنيف الأول والزمالك في التصنيف الثاني، فهتبقى حاجة إيجابية يعني. ونتمنى إن الاثنين إن شاء الله يصعدوا من هذه المجموعة في حالة وقوعهما سويا. فده فيما يتعلق بهذه القرعة، هنترقب ونشوف نتائج القرعة بكرة هتكون عبارة عن ايه. طيب خلينا نروح لفاصل، بعد الفاصل نرجع بقى ناخد بعض الأخبار في ترند الأهلي من خلال الحسابات الرسمية المختلفة على السوشيال ميديا. استنونا. طيب خلينا ناخد أخبار الأهلي على السوشيال ميديا، ونبتدي بيلا كورة على تويتر. واللي بيقولوا خبر ان في مصدر في الاهلي قال لهم ان علي معلول جدد مع الفريق لمده موسمين. وفي الحقيقه احنا دايما بننتظر الاعلان الرسمي من قبل النادي الاهلي اللي بيكون من خلال الموقع الرسمي للنادي او من خلال قناه النادي الاهلي. حتى هذه اللحظه ما فيش اي اعلان رسمي، واحنا لازم نقول لحضراتكم الامور ماشيه ازاي. لكن بنسبه كبيره الموضوع خلصان يعني، وتصريحات علي معلول بعد مباراه السوبر كانت واضحه في احدى اللقاءات التلفزيونيه ان خلاص الموضوع خلصان ومفيش اي مشكله خالص، واحنا قلنا لحضراتكم الكلام ده من بدري جدا. ممكن يكون ناقص بعض الاجراءات البسيطه جدا عشان يتم الاعلان عن تجديد تعاقد نجم من نجوم النادي الاهلي واحد ابرز لاعبيه هو علي معلول.
فاعتبروه موجود في الاهلي يعني. هم هنا بيتطرقوا كمان للمبلغ المالي اللي بياخده، مش عايزين نتكلم في الامور دي، لكن هم بيقولوا ان هيبقى في سنتين جدد في تعاقد معلول بخلاف السنه المتبقيه اللي هتتحسب من العقد الجديد، وينتهي عقده الجديد باذن الله في 2023 2024. بس حتى الان برضو عشان يبقى كلامنا واضح، لحد دلوقتي مفيش اي اعلان رسمي بخصوص هذا الملف، لكن الامور كلها ايجابيه جدا 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 يعني، فاطمنوا يعني اطمنوا. خلينا نروح لسبورت 360 على تويتر، واللي جابوا ارقام علي معلول مع النادي الاهلي منذ قدومه للفريق، وقال ان علي معلول لعب 180 مباراه، 35 هدف، 49 اسيست. ده خلي بالك علي معلول ايه، ده مدافع يعتبر يعني، فارقام ما شاء الله كويسه جدا جدا. جاب كام بطوله؟ 4 دوري مصري، 2 كاس مصر، 2 سوبر مصري، 2 دوري ابطال افريقيا، 2 سوبر افريقي، يعني 12 بطوله، 4 2 6 8 10 12 عشان ضعيف شويه في الحساب فنراجع يعني مع بعض. ف 12 بطوله بالنسبه لعلي معلول رقم كويس. تعالوا بقى للملف ده ونرجع ليلا كوره، حسامه على تويتر، واللي بيقولوا ان في مصدر برضو للاهلي هو نفس المصدر قال لهم ايه، قال لهم ان موسيماني لم يطلب اعاره كهربا، سيشارك في الوقت المناسب، والحديث لا ينتهي على كهربا في الحقيقه. المؤكد اللي انا عايز اقوله لحضراتكم ان مفيش ازمه ما بين كهربا وموسيماني، وهي رؤى فنيه بحته، رؤى فنيه بحته. ده معناه ايه؟ معناه ان الفتره الجايه هيكون في كاس الرابطه، تمام، كاس الرابطه اكيد هيشارك فيه كهربا، لان اكبر دليل ان كهربا لعب في ماتشات وديه مع الاهلي يعني الفتره اللي فاتت، فاكيد هيتم اختيار كهربا للمشاركه في مباريات كاس الرابطه، في ظل كمان غياب عدد كبير من اللاعبين الدوليين يعني. نفس الكلام عن طاهر، شفنا طاهر شارك، كان الناس كلها بتقول ان طاهر ماشي شارك وساهم كمان في بطوله مهمه جدا بالنسبه للنادي الاهلي. وبعدين يا جماعه برضه عشان نبقى مع بعض كده بنفكر يعني، احنا لسه في اول الموسم، ده لسه بدري قوي قوي يعني على الموسم كله. انت الدوري لعبت 7 ماتشات بس، لسه عندك كاس مصر، معرفش القديم هتلعب ولا لا بصراحه، عندك كاس مصر الجديد كمان، كاس الرابطه، عندك دوري ابطال افريقيا، عندك كاس عالم الانديه، ده لسه بدري قوي على الكلام ده. بس الناس بتربط ان خلاص في فتره انتقالات شتويه جايه، فالناس دايما لازم تربط بمثل هذه الامور يعني. فالمؤكد ان كهربا هيشارك في الوقت المناسب طبقا لرؤيه المدير الفني المميز والمتميز هو مستر بيتسو موسيماني. نروح لحساب كوره بلس على تويتر، واللي بيقولوا على لسان مصدر يعني ان بيتسو موسيماني يحضر قرعه دوري ابطال افريقيا غدا، وده حقيقي، والراجل هيكون موجود في القرعه. خلينا نروح لليوم السابع، واللي بيقولوا تقارير مغربيه الاهلي يرفض عرض العين الاماراتي لضم بدر بنون. هي كلها كانت يا جماعه جس نبض، ولكن موضوع ان بدر بنون يمشي ده امر مرفوض يعني من النادي الاهلي بالتحديد في شهر يناير، ولاعيب بقيمه كبيره ومهمه جدا في صفوف الفريق ومستويات رائعه جدا بيقدمها. احنا لسه مع بدر بنون، وده من خلال حساب الاتحاد المغربي لكره القدم، واللي بيعلن عن استدعاء بدر بنون لقائمه المنتخب للمشاركه في بطوله الامم الافريقيه بجانب سفيان رحيمي ومحمد شيبي طبعا في هذه القائمه. اتمنى له يا رب كل التوفيق ويرجع لنا كمان سليم عشان كاس العالم للانديه. نروح كمان لحساب مبتدا، واللي بيقولوا قرار عاجل من الخطيب في فتره توقف الدوري. طب ايه هو القرار العاجل يا جماعه؟ ان الكابتن محمود الخطيب قرر صرف مقدم عقود لاعبي الاهلي للموسم الجديد خلال فتره التوقف الحاليه. ما فيش حاجه رسمي بخصوص هذا الجانب، لكن لو ده هو الميعاد الخاص بصرف مقدم العقود فاكيد هيتم. الاهلي ملتزم جدا في مثل هذه الجوانب يعني، ما بيتاخرش خالص امور زي دي يعني. خلينا كمان ناخد اخر خبر، وهو كشف حساب صفقات الاهلي الصيفيه حسام حسن بدون بصمه. طبيعي الناس هتقعد يعني ايه تحاول تشوف انت جبت صفقات، في صفقات ما لعبتش، في كلام من ده. يا جماعه الانسجام في صفوف الاهلي بيتم بشكل سريع، لكن انا بتكلم عن الانسجام الفني. الانسجام الفني اكيد بياخد وقت، فالوقت ده مين اللي بيحدده؟ هو المدير الفني. ايا كان مين هو المدير الفني اللي موجود، هل معنى كده ان حسام حسن مثلا فشل؟ الراجل ما لحقش، بقاله شهرين ثلاثه مع الاهلي يعني. فاكيد اكيد الفتره الجايه برضو نفس الكلام اللي ينطبق على كهربا بينطبق على حسام حسن، بينطبق على اي لاعب، على عمار حمدي، بينطبق على اي لاعب ما شاركش الفتره اللي فاتت، رغم ان عمار لعب دقايق امبارح يعني. بس ده كلام سابق لاوانه، لان احنا لسه في بدايه الموسم بتلعب 7 ماتشات بس يعني. فطبيعي الناس هتقعد تربط الامور ببعضها.
ده فيما يتعلق بترند الاهلي. هنروح لفاصل سريع، بعد الفاصل نرجع نكمل السنون. يلا بينا. طيب خلينا ناخد تفاعل حضراتكم على سؤال حلقه النهارده، ورايكم ايه او تقييمكم لاداء النادي الاهلي في اول 7 جولات في بطوله الدوري. نبتدي بمحمود جمال واللي قال الاداء محتاج تحسن خاصه امام فرق منتصف الجدول، وجهه نظر. ناخد كمان يحيى صابر واللي قال تعودنا بعد حصد بطوله غاليه، المباراه التي تليها تعادل او خساره، المؤكد ان القادم افضل، اكيد افضل باذن الله لان عندنا كل المقومات يعني في الحقيقه. محمد عبد الراضي قال طبيعي ومثالي جدا واداء متوقع من فريق بطل يسعى للبطوله، وان كان هناك بعض التذبذب في المستوى لبعض اللاعبين وهذا يرجع الى تلاحم البطولات والاجهاد والمشاركات الدوليه الاخيره مع المنتخب القومي، وان شاء الله الدوري اهلاوي باذن الله يا محمود. خلينا كمان ناخد احمد حنوره واللي قال اداء متوسط نسبي في لعيبه ما كانتش في مستواها امبارح بعد مباراه السوبر الافريقي ومقدرين ده كويس، بس الاهم الفتره الجايه ميداليه في كاس العالم يا موس. ماشي، يعني واضح جدا ان برده لسه جمهور الاهلي اكيد اكيد بيثق كل الثقه في موسيماني. اسامه راضي قال الاداء بالشكل عام جيد وكل الدعم للفريق بالكامل، لاعبين ومدير فني، هو ده جمهور النادي الاهلي وهو ده وعيه المعروف. طيب دي كانت تفاعلات حضراتكم على سؤال الحلقه النهارده، دي كمان كانت حلقتنا النهارده من الترند. استنونا في حلقات اخرى جديده من نفس البرنامج باذن الله تعالى. سلام.